بسم الله الرحمن الرحيم. الكهف آية نمبر 5. ما لهم به ما لهم به من علم من علم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ولا لآبائهم ولا لآبائهم كبرت كلمة كبرت كلمة كبرت كلمة كبرت كلمة تخرج من تخرج من تخرج من أفواههم 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 إن يقولون يقولون إلا كذبا إلا كذبا إلا كذبا Now I will repeat until here a few times.
then it will I will divide into three parts. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Just when I'm reading the long part, just you listen carefully. Don't try to repeat. When you will able to read, then you can try. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. ما لهم به من علم ولا لآبائهم. Now listen the next part carefully. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يقولون إلا كذبا. إن يقولون إلا كذبا. يقولون إلا كذبا.